بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ اليوم محاضرتنا عن الإدارة المعاصرة، وهي الإدارة بالأهداف، ولكن نستعرض ما أخذناه ونذكركم بأننا في المحاضرة السابقة تم عرض أهمية الإدارة في الخدمة الاجتماعية، واتضح لنا بأن الإدارة مهمة لتطبيق مهنة الخدمة الاجتماعية في مؤسساتنا الاجتماعية من أجل تطبيق طرق مهنة الخدمة الاجتماعية على أسس سليمة. ففهمنا من المحاضرة السابقة بأن الإدارة مهمة لطريقة خدمة الفرد، وأيضا لطريقة خدمة الجماعة، ولطريقة تنظيم المجتمع. كل هذا من أجل استخدام الإدارة في الخدمة الاجتماعية بطرقها الأساسية الثلاث، من أجل تحقيق أهداف الخدمة الاجتماعية وأهداف المؤسسة الاجتماعية التي نعمل فيها. فالإدارة مهمة جدا بالنسبة للخدمة الاجتماعية. اليوم سنتابع موضوع الإدارة بالأهداف، وهي الإدارة المعاصرة في وقتنا الحاضر. إنه لابد أن نعرف ما هي الإدارة بالأهداف. طبعا الإدارة بالأهداف خلاصة هذا الموضوع بأننا نحدد الأهداف للعاملين، ويقوم العاملون داخل المؤسسة بتنفيذ هذه الأهداف المطلوبة منهم. والهدف من الأهداف اللي هي الإدارة بالأهداف هو تشجيع الرقابة الذاتية والتقليل من الرقابة الخارجية، الرقابة التي تنبع من ذات الشخص الذي يعمل داخل المؤسسة، والإقلال من الرقابة الخارجية من المسؤولين، رقابة المدير على الموظف إلى غير ذلك. ولكن لابد أن يكون دوره هو التوجيه والإشراف على الموظف وتوجيهه إلى الأفضل فقط. فلذلك من هنا الإدارة بالأهداف بنقول عنها هي أسلوب أو طريقة، لأنها لا تتعارض مع الوظائف اللي رسمتها نظرية الإدارة التقليدية، ولا تتعارض مع الإدارة بتوجيه دوافع السلوك كما رسمتها نظرية الإدارة السلوكية، ولا مع تطبيقات العلوم البيئية كما رسمتها الإدارة الحديثة اللي هي الإدارة أو النظرية الحديثة في الإدارة. طبعا اليوم أو لابد أن نعلم بأنه الإدارة المعاصرة والإدارة بالأهداف، هي أول تفكير للإدارة بالأهداف جاء به أحد علماء الإدارة، وهو بيتر دروكر أتى بهذا المفهوم بالإدارة بالأهداف، وذكر أن أسلوب الإدارة الفعال هو الذي، فهذا كان في كتابه إدارة الأعمال، وسماها طبعا الإدارة بالأهداف، وذكر أنه أسلوب هو يعتبر أسلوب الإدارة الفعال، بحيث يمزج جهود الأفراد في جهد متكامل ناحية الأهداف الكلية التي اشتركوا في وضعها، وأن يسير عملهم بأعلى كفاية وبدون تضارب أو احتكاك. وطبعا هذا بيتم العمل على أساس فريق العمل داخل المؤسسة، كل يعلم من أعضاء الفريق بأن لهم أهداف، وكل عضو من أعضاء الفريق له أهداف يسعى إلى تحقيقها، وفي النهاية يتم العمل المتكامل داخل المؤسسة كعمل فريق متكامل داخل المؤسسة من أجل تحقيق هذه الأهداف وتشجيع الرقابة الذاتية والإقلال من الرقابة الخارجية. طبعا دروكر في لو عرفنا الآن أهداف الإدارة بالأهداف، أهدافها دروكر ركز على إدارة الأعمال في مجال التجارة والصناعة، ورأى أن الإدارة بالأهداف يعني أصبحت ضرورية لهذه المشروعات التجارية والصناعية. لماذا؟ لأن اليوم هذه المشروعات تتصف عندنا ببعض الصفات والسمات، من هذه السمات التخصص. اليوم نحن نعيش في عصر التخصص الدقيق،
فلذلك التخصص يعتبر ميزة المشاريع الحديثة والمهن الحديثة اليوم. فاليوم كل يتخصص، لو ضربنا مثل على مهنة الخدمة الاجتماعية، اليوم مهنة الخدمة الاجتماعية ليست مهنة عامة شاملة يمارس أو يمارسها الممارس العام، اليوم يمارس الممارس العام الذي يحصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، لكن بعد ذلك هناك تخصص دقيق في هذا العمل في الماجستير والدكتوراه، تخصص في طريقة واحدة من طرق الخدمة الاجتماعية، ممكن يكون طريقة خدمة فرد أو طريقة خدمة جماعة أو طريقة تنظيم مجتمع، أو يتخصص في مجال من مجالات الخدمة الاجتماعية مثل مجال رعاية الأسرة أو مجال رعاية المعاقين أو مجال رعاية الأحداث أو في التخطيط الاجتماعي أيضا ممكن يتخصص في التخطيط. نعم الخدمة الاجتماعية، نعم في التنمية الاجتماعية اليوم أصبحت هناك تخصصات دقيقة داخل المهنة الواحدة. ولو ضربنا مثال بمهنة الخدمة الاجتماعية ينطبق على المهنة الأخرى مثل مهنة الطب والهندسة وغير ذلك، اليوم أصبحت هناك تخصصات دقيقة داخل هذه المهن، فنحن في عصر الخصخصة وعصر التخصص الدقيق، والتخصصات العامة اليوم في طريقها للاندثار لحاجة المجتمع إلى التخصصات الدقيقة. نعم أيضا الإدارة بالأهداف قلنا أسلوب أو طريقة، وإعطاء الحرية للعاملين اليوم، إعطاء الحرية للعاملين في داخل المشاريع عندنا تتصف بأنه لابد أن نعطي الحرية للعامل والموظف بأن يقوم بتنفيذ الأهداف المطلوبة منه عن طريق الرقابة الذاتية الخاصة بهذا الموظف. أيضا بالنسبة عندنا بعد ذلك الإدارة بالأهداف تساعد على حل هذه المشكلة، بتركز يعني تركيز الأفراد ورؤسائهم على العمل سيحاسبون عليه وليس على أوامر الرؤساء وتصرفاتهم. إذن العامل يحاسب على المسؤولية التي أوكلت إليه، العامل أو الموظف داخل المؤسسة يحاسب على المسؤولية التي أوكلت إليه ويحاسب طبقا لمعايير معينة وطبقا لمن يقوم باستخدام هذا المعيار، هو الذي يحاسب الموظف هل نفذ هذه الأهداف أم لا المطلوبة منه. في عندنا تطبيق الإدارة بالأهداف، تطبيق الإدارة بالأهداف، تطبيق الإدارة بالأهداف، منهج الإدارة بالأهداف بيعتمد على الأسس التطبيقية التالية. أولا لابد أن يكون هناك وضع خطة واضحة تحدد الهدف العام بالتفصيل والوضوح، إلى جانب هدف كل من وحدات المنظمة وهدف كل من العاملين. فهنا المطلوب الأعمال المطلوب أدائها على وجه التحديد من الموظف، ما هي الأهداف العامة، ما هي الأهداف المطلوبة من الموظف من حيث الكمية والجودة والتوقيت، كمية العمل وجودته والتوقيت اللازم لإنجاز هذا العمل. فلذلك من هنا تبرز اللي هي تطبيق إدارة أو الإدارة بالأهداف. الأساس الأول يقوم على تحديد الأهداف العامة والخاصة للموظف الخاصة بالمؤسسة من أجل تطبيقها، ويراعي فيه الجودة ويراعي فيه الوقت ويراعي فيه يعني التنفيذ السليم، التوقيت، الوقت أيضا، الوقت في مش مثلا نقول له حقق كذا اليوم لك تحقق لي هدف كذا وكذا وكذا يأجله لليوم اللي بعده الذي يليه في حين أنه هو مطلوب منه أن يحققه في نفس اليوم، لا يؤجل، لا تؤجل عمل اليومي إلى الغد. فهذا المقصود بذلك، فهذا أساس بتعتمد عليه مبدأ أو المبادئ اللي هي الإدارة بالأهداف. واضح؟ الناحية الثانية، الأساس الثاني اللي بتعتمد عليه الإدارة، منهج الإدارة بالأهداف بيعتمد على إشراك كل عامل في وضع الخطة، وعلى الأخص خطة نشاطه، إشراك العاملين في العمل في وضع خطط العمل وتنفيذها، المشاركة
وهذا احنا عندنا مبدا المشاركه في الخدمه الاجتماعيه وفي تنظيم المجتمع، لابد ان نشرك العاملين في اتخاذ القرارات، لابد ان نشركهم في تحديد الاهداف المطلوبه منهم داخل المؤسسه، بدلا من يكون هناك المدير هو الذي يبقى يعني يتصرف لوحده بدكتاتوريته وقراراته، وعندما يصدر القرارات ربما لا تتناسب مع العاملين، فهنا يفشل هذا المدير لأن هذه القرارات لم يأخذ رأي العاملين فيها. فالأفضل في الإدارة السليمة والصحيحة اليوم لابد من مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات. نعم الشورى، وهذا واضح عندنا في الإسلام، وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر. فالشورى تبدأ من الأسرة وتبدأ إلى الجماعة إلى المؤسسة إلى المجتمع ككل، نبدأ لابد أن يعني نسير عليه. فلذلك الإدارة بالأهداف هنا الأسس نجاحها وأسس تطبيقها، من أساس تطبيقها أن تقوم على الشورى، شورى العاملين ومشاورتهم في اتخاذ القرارات حتى تتناسب هذه الأهداف مع قدرات العاملين ويستطيعوا أن يقوموا بتنفيذها، يستطيعون أن يقوموا بتنفيذ هذه القرارات المشتركة. هذا أساس من أساس نجاح أو أسس تطبيق الإدارة بالأهداف. أيضا الأساس الثالث هو النهوض بمستوى المهارات والاهتمام بالتدريب في سبيل رفع مستوى الأداء. النهوض بالمهارات والاهتمام بالتدريب العاملين، ربما نحدد أهداف للعاملين لكن لا يستطيع القيام بها، هذا يتطلب ماذا؟ يتطلب تدريب للعاملين للقيام بها، تأهيل. على سبيل المثال لو طلبنا من العاملين أن يقوموا بعمل معين وحددنا لهم الأهداف ومطلوب منهم استخدام الكمبيوتر، لكن وجدنا بعض العاملين لا يستطيعون استخدام الكمبيوتر. اليوم أصبح الكمبيوتر ربما هؤلاء يعني العاملون داخل المؤسسة عندهم يعني من كبار السن أو القدماء في المؤسسة، لكن ما عندهمش خبرة على الكمبيوتر. هل نتركهم هكذا ولا لابد أن نعمل لهم دورات تدريبية على جهاز الكمبيوتر ونمحو الأمية لديهم ونعلمهم على التكنولوجيا الحديثة بالنسبة للتعلم على الكمبيوتر وبرامج الكمبيوتر المختلفة؟ لليوم في مجتمعنا هناك أناس لا يعرفون أن يستخدمون الكمبيوتر، وخاصة الجيل الكبير في السن نوعا ما، لكن الجيل الصغير اليوم عندنا ما شاء الله من المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية وفي الجامعة يعني عندهم خبرات ومهارات، لكن هذا لا يمنع من أننا نعقد دورات متجددة أيضا في الكمبيوتر وبرامج الكمبيوتر وكيفية استخدامها للعاملين داخل المؤسسة. فلذلك من هنا أسس تطبيق الإدارة بالأهداف بيعتمد أيضا على التدريب، تدريب العاملين بيعتمد على المهارات أيضا والخبرات المكتسبة لدى العاملين، لابد أنه نوضحها لهم. على سبيل المثال في مهنة الطب لو كان هناك خريج في عام 1960 أو 1965 أو 1970 وبيعمل عمليات جراحية، اليوم أصبح في تطور في مهنة الطب والجراحة، اليوم ممكن على الليزر وممكن بالمنظار بدلا أن نشق، يعني لو بده يعمل عملية عن المرارة بدلا أن يشق بطنه بالمشرط اليوم أصبح بالمنظار، منظار أن يدخل المنظار ويسحب المرارة أو يسحب الحصوات من المرارة، هذا تطور، تطور يعتبر تفتيت الحصوات أيضا بالليزر بدون عمليات جراحية. إذا من هنا علينا أن نواكب، فمن هنا إذا وجدنا بعض العاملين ليس لديهم مهارات وليس لديهم خبرة، هنا نشجع نعقد لهم دورات تدريبية من أجل أن نعودهم على اللي هي تنفيذ الأهداف التي أوكلت إليهم والمسؤوليات التي أوكلت إليهم. واضح؟ هذا أسس من أسس تطبيق الإدارة بالأهداف. الإقلال ما أمكن من الرقابة الخارجية، من أسس نجاح الإدارة بالأهداف أن نقلل الرقابة الخارجية ونشجع الرقابة الذاتية الداخلية، وهذه تحتاج إلى توعية
لدى العاملين في المؤسسات توعية. أنا بحدد الأهداف للعامل داخل المؤسسة أو الموظف، فلذلك يقوم بتنفيذها دون رقابة خارجية، ويحاسب على ما يقوم به من أعمال بعد ذلك طبقا لمعايير معينة اللي احنا ذكرناها، الجودة والوقت. ها، هذه لابد أن ينفذها في وقتها وجودتها وإيه والكمية المطلوبة منه في تنفيذ، ما هي الكمية؟ واضح؟ كمية العمل المطلوبة والجودة للعمل والتوقيت، الفترة الزمنية اللازمة لإنجاز العمل. فمن هنا أنا بشجع على الرقابة الذاتية، بعطيه له هذه الأهداف والمسؤوليات ويقوم بتنفيذها دون أن يكون عليه رقابة خارجية من المدير. في الزمن الماضي كان المدير هو المهيمن، هو المسيطر على العاملين وعلى الموظفين داخل المؤسسة، يقول لهم اعملوا كذا اعملوا كذا سووا كذا طب انت اديله المسؤوليات، وزع المسؤوليات، وزع الاهداف وحاسب عليها بعدين هل انجز ام لم ينجز. اما اني اقف على راسه واعمل وسوي، كان في الزمن الماضي رئيس العمل يمسك العصا على العمال ونفذ نفذ بالقوة، هذه نسميها الدكتاتورية في الإدارة، الدكتاتورية الإدارية. ابدا. ولما نغيب العامل كما قلت، فعلا لما نغيب الرئيس والمدير الكل يجلس بدون عمل، يعملون من اجل المدير فقط، عندما يرى المدير الكل يتحرك ويعمل، اتى المدير اتى المدير اتى المسؤول اتى المسؤول او اتى الموجه زي ما كانوا يعملوا في المدارس، الموجه اجى، المفتش كانوا يسموه المفتش في الزمن الماضي، المفتش اجى، وصل المفتش، يلا المدرسين ومع الطلبه وكذا، ويعملوا ربكه في المدرسه وابدا عشان المفتش اجى. لما يروح المفتش الامور بترجع كما كانت وابدا هذه ما بصيرش الكلام هذا. اليوم التغت وظيفه المفتش، صار موجه. الهيمنه اللي لغينا اسم المفتش، اسمه موجه ومشرف. موجه ومشرف، يوجه الموظف المقصر في عمل، يوجه كيف يدير هذا العمل ويعمل هذا العمل والمسؤولية ويوجهه. ولذلك الموجه اليوم نحن نستفيد منه، بدل أن يكون مفتش على العاملين، لا، أصبح اليوم موجه ويشرف، موجه ومشرف، ألطف وأفضل وأحسن، بحيث من وهكذا. فلذلك اليوم لابد أن تنبع عند تنفيذنا لمسؤولياتنا داخل المؤسسة رقابة ذاتية، أن نخاف الله سبحانه وتعالى، أن نضع أمامنا رؤية الله لنا عندما نقوم بالعمل. ليس المسؤول هو الذي يقف على رأسنا بأن نعمل، وعندما يذهب نتسيب في العمل ونجلس ولا نعمل، لا. الله إيش بيقول في كتابه العزيز سبحانه وتعالى؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. واضح؟ فلذلك من هنا العمل الذي نقوم بعمله يجب علينا أن نتقنه، يجب أن ننجزه في أقل وقت ممكن حسب الفترة الزمنية وبأجود ما يمكن، والكمية المطلوبة من العمل ننجزها في الفترة الزمنية هذه. فلذلك من هنا لابد أن نضع مخافة الله أمامنا عندما نعمل في مؤسساتنا. واضح؟ هذا أيضا أساس من أسس تطبيق الإدارة بالأهداف، اللي هي الرقابة الذاتية، تشجيعها والإقلال من الرقابة الخارجية، حتى يشعر الموظف بالحرية وإنجاز العمل بناء على حريته وأيضا إنجازه في الفترة الزمنية اللازمة. طبعا في عندنا تطبيق هذا العمل بيحتاج إلى أشياء معينة، فبدنا نشوف التطبيق بيحتاج إلى ماذا؟ تطبيق الإدارة بالأهداف إلى ماذا يحتاج؟ أولاً يحتاج إلى تحديد الهدف العام وأهداف الأفراد تحديداً دقيقاً قابلة للمحاسبة. بدنا نحدد إيش المسؤوليات، إيش الأهداف اللي وضعناها للعاملين عشان نحاسب الموظف، مش نحاسبه على أشياء لم نكلفه بها وعلى أهداف غير واضحة لدي أو طبعاً احنا حددنا له. اليوم اتى المسؤول للمؤسسة ووزع المسؤوليات بالاتفاق مع العاملين
أنت يا أحمد اعمل كذا، يا محمد اعمل كذا، يا خليل اعمل كذا، وهكذا. توزيع مسؤوليات وأهداف. إذا كل موظف عرف ما هي مسؤولياته، لكن تبقى ضمن إطار فريق العمل الخاص بالمؤسسة، توزيع هذه المسؤوليات. نعم، توزيع المسؤوليات في إطار فريق العمل الخاص بالمؤسسة. إذا هنا الأهداف لابد تكون واضحة للعاملين. علشان ينجح تطبيق الإدارة بالأهداف لابد إيه؟ إن نحدد الأهداف المطلوبة للعامل ذا والموظف داخل المؤسسة. ما هي الأعمال المطلوبة منه؟ نحددها تحديد دقيق لكل موظف داخل المؤسسة، لكن بيكون في إطار العمل التعاوني الفريقي، فريق العمل ككل داخل المؤسسة، الكل يسعى إلى تحقيق أهداف المؤسسة. الناحية الثانية لابد يحدد معيار التقويم، معيار التقويم لهذه الأهداف لدى العاملين. ما هي المعايير اللازمة لتقويم العاملين؟ فمن هنا بنحدد المعيار. بدنا نيجي آخر اليوم ونشوف من الذي قام بالعمل، أو نهاية الأسبوع من الذي قام بالأعمال المطلوبة منه، ونحدد ونشوف طبقا لمعايير معينة هل تم إنجاز الأهداف المطلوبة، هل تم جودتها بجودة معينة في خلال فترة زمنية. هذه كلها بنضع لها معايير للتقويم الأعمال وقياس نتائج العمل. أيضا بنحدد المسؤولين، تحديد المسؤولين عند استخدامهم لهذه المعايير. من هو المسؤول الذي يستخدم هذه المعايير ويطبقها على العاملين؟ ونشوف بعد ذلك هل فعلا تم تحديد يعني إنجاز الأهداف أم لا التي أوكلت للعاملين داخل المؤسسة. واضح؟ واضح الآن؟ إذن معناته التطبيق بيحتاج إلى الثلاث نقاط التي ذكرناها: تحديد الأهداف، تحديد المعايير، تحديد المسؤول عن القيام بإنجاز هذه المعايير على العاملين. إلى هنا في أي سؤال؟ واضح الأمور؟ طيب. نعم نعم. لا، هنا في فلسطين، في الكتاب الحديث في فلسطين: فوائد الإدارة بالأهداف في حال تطبيقها في مجتمعنا الفلسطيني. مجتمعنا الفلسطيني عندكم الكتاب، الإدارة موجودة في مجتمعنا الفلسطيني، الكتاب الحديث: أهمية الإدارة في مجتمعنا الفلسطيني، أهمية تطبيق الإدارة بالأهداف في مجتمعنا الفلسطيني. وهذه نقطة مهمة جدا. إيش فوائدها؟ إيش فوائد تطبيق الإدارة بالأهداف في مجتمعنا الفلسطيني؟ أريد أن أسأل سؤال طبقا لما تحدثنا عنه الإدارة بالأهداف، هل نحن نحتاج إليها في مجتمعنا الفلسطيني؟ هل نحتاج إليها في كل المجالات وين في مجتمعنا؟ في مجتمعنا الفلسطيني اليوم أصبحت في العالم وفي مجتمعنا، نحن في أمس الحاجة إلى تطبيق الإدارة بالأهداف في مجتمعنا الفلسطيني، وخاصة في مؤسساتنا الاجتماعية، هي في كل مؤسساتنا المطلوبة. ولكن نحن بحكم تخصصنا في الخدمة الاجتماعية، إذا نحن بنركز على مؤسساتنا الاجتماعية. فالإدارة بالأهداف مهمة جدا في مجتمعنا الفلسطيني لكل مؤسساتنا الحكومية والأهلية. لابد من تطبيق هذه الإدارة بالأهداف، وهذه بنسميها اليوم الإدارة المعاصرة. طيب ما فائدة ذلك؟ هل هذا بيحقق لنا فوائد عندما نطبق الإدارة بالأهداف ونحدد المسؤولية لكل موظف داخل المؤسسة وأنه ينجزها خلال فترة زمنية وبجودة معينة وبكمية مطلوبة منه؟ هل هذا يعني ممكن له فوائد عندنا؟ طيب ممكن نعرض الموضوع للمناقشة؟ إيش الفائدة الأولى؟ يلا تفضل. أيوة، إذن أول سبب أو أول فائدة من فائدة الإدارة بالأهداف هو القضاء على التسيب. أحيانا يأتي بعض الموظفين إلى المؤسسة ولا يقومون بأعمالهم لأنهم لا يعرفون ما هو المطلوب منهم، فلذلك هناك يحدث التسيب. مؤسسة يكون فيها 50 موظف، 40 موظف، 30 موظف، لكن مش عارفين مسؤولياتهم المطلوبة منهم، ولذلك نجد فيها تسيب. من يخرج من المؤسسة يوقع ويخرج ينصرف لقضاء حوائجه من السوق بدون إذن،
أيضا هناك من يذهب بدون إذن للحديث مع زميله في العمل وغير ذلك في أوقات طويلة، هذا تسيب بنسميه في العمل، لم يراعي الأوقات المحددة له للراحة والأوقات المحددة له للعمل، فهذا بنسميه تسيب. إذا من أجل القضاء على التسيب داخل مؤسساتنا لابد من تحديد الأهداف للعاملين، ما هو المطلوب منهم، ما هو المطلوب يعني إنجازه خلال اليوم أو الأسبوع أو السنة أو الشهر، لابد نحدد، وخاصة أوقات قليلة يعني نحددها. المسؤول يجي يحدد اليوم على الموظف أن يعمل كذا وكذا، خلال يوم يومين ثلاثة تنجز هذا العمل، أو إذا كان عمل كمية كبيرة يحتاج أسبوع نقول له بعد أسبوع وهكذا. إذا بنقضي في هذه الحالة على التسيب ولا لا؟ إذا نحن محتاجين ولا مش محتاجين تحديد الإدارة بالأهداف؟ محتاجينها في مجتمعنا الفلسطيني للقضاء على تسيب العاملين داخل المؤسسات المختلفة من أجل تحقيق التنمية داخل المجتمع. طبعا كما قلنا أيضا من فوائد الإدارة بالأهداف إلى فوائد أخرى، التنمية احنا قلناها اللي هي الفوائد، بنحقق زيادة في أداء الخدمات، زيادة أداء الخدمات وزيادة في الربح العائد على المؤسسة من خلال تقديمها للخدمات للعاملين للمستفيدين من خدمات المؤسسة. فلذلك من هنا بتكون لنا الإدارة بالأهداف زيادة في العائد، سواء كان عائد ربح مادي أو ربح اجتماعي اللي هو تحسين الخدمات للمستفيدين من خدمات المؤسسة الاجتماعية. وما دام احنا بنعمل مؤسسات اجتماعية، المؤسسة الاجتماعية ليس غرضها الربح وإنما غرضها العائد في الخدمات الذي يعود بالفائدة على المستفيدين من هذه الخدمات. واضح؟ الخدمات الاجتماعية والرعاية الاجتماعية. يعني لو كنا بنعمل في مؤسسة للمعاقين بدنا نحسن الخدمات من خلال مسؤولياتنا وتحديد الأهداف للعاملين داخل المؤسسة في تقديم أحسن الرعاية لمن؟ لفئة المعاقين في هذه المؤسسة المستفيدين منها. واضح؟ لو كان عملنا في مؤسسة رعاية الأسرة كذلك أن نحسن ونقدم الخدمات على أفضل وجه ممكن وفي أقل وقت ممكن وبجودة ممكنة إلى الأسرة ورعاية الأسرة. لو كنا بنعمل مع الشباب كذلك خدمات تعود بالفائدة على الشباب للمسنين تعود بالفائدة على المسنين وهكذا. في كل مؤسساتنا الاجتماعية تعود بالفائدة. فعندما نحدد الأهداف لكل موظف وأن يقوم بإنجاز هذه الأهداف، هنا الفائدة على من تعود؟ على المستفيدين من خدمات المؤسسة، وبنحقق أهداف المؤسسة. إذا هنا بنحقق تنمية اجتماعية داخل المجتمع من خلال تطبيقنا للإدارة بالأهداف. نعم. أيضا من فوائد الإدارة بالأهداف في مجتمعنا الفلسطيني عندما نقوم بتطبيقها تشجيع الابتكار. الابتكار عندما نعطي الحرية للإنسان، الإنسان عندما يشعر بحريته ينجز ويبتكر، يفكر كيف يقدم هذه الخدمة وكيف يساعد على إنجاز الأهداف المطلوبة منه. إذن هنا الحرية هي التي تساعد على الإنجاز. ها؟ تفضل. هذا يرجع إلى المدير، يعني المدير إذا كان تسلطه مثلا في الإدارة لحاله، هيك أصلا بتمس أفكار الأشخاص وبتمس حرية الأشخاص. بعكس لو كان المدير ديمقراطي، نعم، تلاقيه لما يجمع الأفراد وكل واحد يدي فكرة ويخصم العمل عليهم، نعم، يكونش تسلط على قدر العمل، بيطلع هيك نجاح بيطلع حرية. نعم. بصورة ثانية لو مثلا أنا لو كان مثلا مدير العمل بقسم العمل، مثلا اليوم انا بدي فلان كذا، بكره بدي شغله ثانيه، بصير يتطور، يعني بصير يفكر ويبدع في امر اخر غير على الامر كان موكل له. نعم. فهذا بدي ايش؟ الابتكار، لاتقان العمل، نعم، والابتكار بالافراد. طبعا اذا الحريه تساعد على الابتكار وتساعد على اتقان العمل والابداع وتعطي نوع من الثقه
ما بين المسؤول وبين العاملين داخل المؤسسة، بين نعم تخلص من الروتين أيضا الإداري وغير ذلك. نعم، فلذلك كيف إذا تطبيق الإدارة بالأهداف بأن تعطي الحرية للموظف داخل المؤسسة بأن ينجز العمل المطلوب منه ويبتكر، وتعطيه الحرية، تعطيه النوع من التفكير للابتكار والإبداع عندما ينجز هذا العمل. هذا فائدة الإدارة بالأهداف، ونحن في أمس الحاجة إليها في مجتمعنا الفلسطيني. أيضا النقطة مهمة جدا، فائدة الإدارة بالأهداف، أننا نشجع الرقابة الذاتية. أكرر مرة أخرى، نشجع الرقابة الذاتية النابعة من ذات الفرد العامل، ونقلل من الرقابة الخارجية كلما أمكن ذلك. وهذا طبعا وازع الديني مهم جدا، ومن الوازع الديني نكتسب كثير من القيم، من القيم الإسلام عندنا يحثنا على العمل، يحثنا على الرقابة الذاتية، إن نضع مخافة الله أمامنا. الله سبحانه وتعالى هو الذي يراقبنا، الله هو الذي يراقب كل تصرفاتنا ويحاسبنا على كل شيء. اليوم أصبح الكمبيوتر بنسجل عليه بخزن معلومات كبيرة جدا، فما بالكم الرقابة من عند الله سبحانه وتعالى، يسجل كل كبيرة وصغيرة، قولا وفعلا وسلوكا وعملا. نعم، في كلام عندك؟ فلذلك هنا الرقابة الذاتية تحتاج يا أخوان إلى تربية، تحتاج إلى إلى دعوة، وإلى عقد ورشات عمل، وإلى عقد ندوات، وإلى زيادة الوعي الديني للعاملين في مؤسساتنا المختلفة، حتى يراقبوا الله، حتى يراقبوا أنفسهم، لأن الله هو الذي يراقبهم، ولا يعملون من أجل المسؤول فقط ومن أجل الناس فقط، لا، يعمل حبا في العمل والمسؤولية الموكلة إليه أن ينفذها، لأن هذا نوع من الإتقان، نوع من إتقان العمل وإنجازه في الوقت الملائم. فإحنا يجب أن نشجع الرقابة الذاتية عند العاملين في مؤسساتنا، ونقلل من الرقابة الخارجية التي يعني عندها يقوم العامل بأن يعمل عندما يجد المدير المتسلط عليه، حضر المدير يقوم بالعمل، خرج المدير لا يقوم بالعمل. هذا مبدأ مش عايزينه احنا في اللي هي تحديد الإدارة بالأهداف. الإدارة بالأهداف بده ياخذ العامل الأهداف المطلوبة منه ويقوم بإنجازها على خير ما يرام في الوقت المحدد له، وبجودة معينة، وبالكمية المطلوبة منه في هذه، ونقلل من هذه الرقابة الخارجية، ونضع. لكن هذا ليس معنى ذلك ان نبعد الرقابة يا اخوان ايضا والمدير والمسؤولين، لا، في رقابة، ولكن بتكون كيف؟ عن طريق المعايير للعاملين. ربما نعطي الحرية للعامل ولكن لا ينجح في تنفيذ هذه الاعمال. اذا هنا مسؤولية الادارة ان تضع المعايير اللازمة كما قلنا في المحاضرة اللازمة لنجاح العمل. ما هي المعايير؟ ونشوف ونرى من هو المبدع والذي نفذ هذه الأهداف المطلوبة منه، ومن الذي قصر في تنفيذ الأهداف، ونحاسبه أيضا. واضح؟ مش معنى الإدارة بالأهداف معناها أنه خلاص إعطاء حرية للعامل في الإنجاز على كيفه، لا، نعطيه حرية، ولكن حرية ضمن معايير معينة لإنجاز الأعمال المطلوبة منه. واضح؟ ونحاسبه بعد ذلك. أيضا في عندنا نقطة مهمة جدا من فائدة تطبيق الإدارة بالأهداف في مجتمعنا الفلسطيني، وهو بنقلل من اللامركزية القرار، عفوا بنزيد من اللامركزية ونقلل من القرارات المركزية، وهذه طبعا بنقضي على يعني عدم تفويض السلطة، يعني بنفوض السلطة للعاملين. معنى فائدة الإدارة اللي هي تحديد الأهداف للعاملين أن نفوض السلطات للعاملين داخل المؤسسة. المسؤولين أو المدير يفوض بعض سلطاته للعاملين إذا وجد في ذلك تفويض فيه فائدة للعاملين وللمؤسسة، وهذه فيها بنشجع الإيه؟ اللامركزية في اتخاذ القرارات، اللامركزية، بدلا من أن تأتي القرارات بمركزية معينة ويأتي القرار على العاملين لتنفيذه، وأحيانا القرار لا يتناسب مع العاملين، الأفضل
على المدير أن يوزع المسؤولية على العاملين ويستشيرهم عندما يتخذ القرارات، لا تكون قرارات مركزية فقط، ولكن لابد من المشورة، وهذا واضح في قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر. إذا نحن نطبق الشريعة على كل المستويات، على مستوى الأسرة المشورة، رب الأسرة أن يشاور أسرته في اتخاذ القرارات، وأيضا على مستوى الجماعة والجماعات، وعلى مستوى المؤسسة، وعلى مستوى المجتمع ككل في انتخاب قياداته العليا. إذا هناك شورى وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر، هذا مبدأ رباني، آية من القرآن علينا أن ننفذها في كل حياتنا. إذا هنا من فائدة تطبيق الإدارة بالأهداف أننا نشجع اللامركزية وتوزيع المسؤوليات على العاملين والقضاء على المركزية، واضح؟ في اتخاذ القرارات، وتكون القرارات صادرة بناء على مشاورة العاملين داخل المؤسسات الاجتماعية، المدير مع العاملين في اتخاذ القرارات. هنا يكون نوع من يعني إسراع في تحقيق الأهداف، ونحقق اللي هي أهداف مؤسساتنا الاجتماعية، وفي نفس الوقت نحقق أهدافنا نحن كأفراد نعمل في هذه المؤسسات. في أي سؤال آخر؟ أنا بكون يعني الآن في هذه المحاضرة الإدارة بالأهداف يعني عرضناها بشكل متكامل. في أي سؤال؟ نفتح باب النقاش إذا كان هناك أي استفسار في مجتمعنا الفلسطيني حول هذا الموضوع، تفضل. ممكن يكون يعني إدارة الأهداف يعني مثلا الموظف يكون تطبيق أهدافه مثلا ما مربوطش بالوقت بتاعه، من الساعة 2 الساعة 2 وروح، لا من خلال تحقيق الأهداف اللي عليه وخلاص روح، مثلا أقل من الساعة 2 ممكن أروح. طبعا ما هذا هو التشجيع. نعم، إذا فوض بأعمال معينة وأنجز هذه الأعمال في خلال فترة زمنية مطلوبة منه وبكمية وبجودة معينة، طبعا من حقه. نعم من حقه، نعم ينجز عمله وخلاص من حقه، ويتفق هذا مع المسؤول، طبعا مع المسؤول عنه في ذلك. نعم يتفق معه، تم تحديد له أهداف وأعمال معينة ينجزها يسير، إذا لم ينجزها ممكن أن تطول فترة العمل من أجل تنفيذ هذا العمل، إذا كان العمل مطلوب إنجازه في هذا اليوم، واضح؟ هذا ممكن بالاتفاق مع العاملين عند توزيع المسؤوليات عليهم. نعم نقطة مهمة جدا، هذه مهمة جدا، نعم، حتى لا نعمل تسيب في العمل. نعم لابد أن يكون كل عامل عارف ما هو المطلوب منه ويعمل على تنفيذ المطلوب منه في هذا اليوم. نعم تفضل. نعم بالضبط، احسنت احسنت. ما نحن هنا ايضا يعني تشجيع، قصدك عن طريق الحوافز، العامل او الموظف لابد ان هذا لابد ان نزيد منه، نزيد من التشجيع، لابد ان نحط اداره الاداره اليوم والمسؤولين في الاداره على تشجيع العاملين عن طريق الحوافز. اذا اعطي العامل او الموظف اهداف معينه وانجزها بعد فتره لابد ان نشجعه، لابد ان نقدم له حافز، يا اما حافز مادي يا اما حافز معنوي، واضح؟ واحيانا العامل والموظف يحتاج الى كلمه من رئيسه، كلمه شكر، كلمه شكر على الاقل. هذه كثير من المسؤولين داخل المؤسسات الاجتماعيه لا يقدمها للعامل الذي، فلذلك لماذا يبخل هذا المدير بكلمه شكر للموظف او للعامل ويشكره على عمله الذي قام به؟ هنا العامل يزداد انتماؤه إلى المؤسسة التي ينتمي إليها، يزداد انتماؤه وعطاؤه، فلذلك نحن نحتاج إلى التشجيع المادي والمعنوي، وأحيانا يكون المادي قيمته أكثر من المادي. شهادة تقدير مثلا، نعمل احتفال عام للموظفين الذين ينجزون أعمالهم في الأوقات المحددة لهم والمبدعين في أعمالهم، ونقدم لهم شهادة تقدير، هذا لا يكلف شيء المؤسسة. نعم ممكن أنشطة أيضا تساعد، رحلات برضو، هذه من ضمن الوسائل ممكن نستخدمها داخل المؤسسة لزيادة الترابط والتعاون بين العاملين داخل المؤسسة، الأنشطة الاجتماعية للتخفيف من
يعني عبء الأعمال التي يقومون بها، ممكن في نهاية الأسبوع، ممكن يتفقوا على موعد معين، وهذه الرحلة لها فوائد، رحلات يعني مهمة جدا للعاملين، الاستماع إلى شكاوى العاملين أيضا، الاستماع إلى آرائهم، إلى متطلباتهم، ما بين المسؤول والعامل داخل المؤسسة. لابد أن نعمل صندوق اقتراحات للعاملين، ربما العامل لا يريد أن يعبر عن رأيه مباشرة لظروف معينة، لأسباب معينة، فنضع صندوق، صندوق هذا أساس نعرف رأي العاملين داخل المؤسسة وإيش متطلباتهم. نعم طبعا النقابة العاملين هذه تشمل يعني أصحاب المهنة الواحدة، يعني نقابة العمل لأصحاب المهنة زي نقابة الأطباء، نقابة الأخصائيين الاجتماعيين، المعلمين، يعني تشمل أصحاب العمل. وبرضو النقابة لها دور يعني مهم جدا في توعية العاملين بتشجيع اللي هي الرقابة الذاتية والحث على العمل وإنجاز العمل، لها دور أيضا نعم في توعية العاملين لديها في ذلك بذلك. نعم في أي سؤال آخر؟ طيب يعني إحنا الآن تكلمنا عن الإدارة بالأهداف في هذه المحاضرة، في المحاضرة القادمة إن شاء الله سنتكلم عن المنظمة ومفهوم المنظمة، واضح بالتفصيل، المنظمات بشكل عام والمنظمات الاجتماعية، وسندرسها يعني في المحاضرة القادمة إن شاء الله. أشكركم جميعا وبارك الله فيكم، وإلى أن نلتقي في المحاضرة القادمة نستودعكم الله، وشكرا لكم جميعا.